بعدنا نحكي بمعادلة material balance، material balance equation. وصلنا إلى الكومبرسبيلتي أو تأثيرات الكومبرسبيلتي. قلنا هناك تأثيرات للكومبرسبيلتي بالنسبة للماء، وهناك تأثير يعني تمدد الماء، وهناك تأثيرات الفورميشن كومبرسبيلتي أو الروك كومبرسبيلتي. مجموع الروك كومبرسبيلتي والووتر كومبرسبيلتي اثنينهن يسمى total change in pore volume. total change in pore volume شي يساوي NBOI واحد زائد M، يعني النفط زائد الغاز في الانضغاط، مجموع الانضغاط مال الصخور مال الماء على واحد ناقص SWI في الدلتا V. يعني هاي الدلتا V هي اللي راجعة للانضغاطي. بور فوليوم occupied by injected gas and water. إذا رحنا باتجاه حقن الماء والغاز داخل المكمن، وهذا يكون حقن اختياري، إذا هذا يعني للحفاظ على الضغط عادة يتم هذه العملية في مرحلة ما من مراحل الإنتاج لكي للمحافظة على الضغط المكمني، ومحافظة أيضا على الإنتاج بالمستويات المطلوبة لأصحاب الامتياز. فإذا حقنا النفط، حقنا بالمكمن النفطي غاز وماء، total volume للمواد المحقونة هي gas injection و BG injection و water injection و beta water injection. أريد المواد المحقونة تكون أحجامها بالظروف المكمنية، فضربناها في معامل التكوين الحجم. هذا الحجم يحتل جزء من الحجم المسامي المتواجد به النفط. أما ليش حقنت؟ فهو إما لتعويض الضغط أو المحافظة على الضغط. gas injection بالSCF والبي جي هي الفورميشن فوليوم فاكتور مع الغاز المحقون BBL على SCF. الدبليو injection هي الكيومولاتيف ووتر انجكتد بالSCB. البيتا ووتر هي ووتر فورميشن فوليوم فاكتور ببرميل على SCB. لاحظ المعادلة الماتيريال بالانس، المعادله العامه للماتيريال بالانس راح احسب بها الان. هذه هي المعادله العامه احسب بها الان. الان هي الانيشال اويل ان بليس، شيء تساوي ان بي بي او النفط المنتج بوحدات مكمنيه، جي بي ناقص ان بي ار اس في البي جي الغاز المتحرر. هذا الغاز المنتج ناقص هنا الغاز الذائب، فهذا يبقى الغاز اللي اتحرر، ناقص water influx ناقص water produced beta water. أنا عندي أسفل المنطقة النفطية يوجد ماء اللي هو أكوفر أو الخزان المائي أو طبقة مائية، فمن يصير عندي إنتاج نفط راح ينقص الحجم المكمني، ينقص حجم النفط، وعندي أسفل من عنده ماء، يبدي النفط يرتفع، يبدي الماء يرتفع داخل المكمن ويحتل جزء من الحجم المكمني اللي كان يشغله نفط أساسا. طيب جزء من هذا الماء الصاعد ممكن يطلع ويا الانتاج وجزء يبقى، فهذا ال WE هو كل الماء اللي دخل للمكمن ناقص الماء المنتج ناقص الغاز المحقون وناقص الماء المحقون بوحدات مكمنية على BO ناقص BOI تمدد المنطقة النفطية، RS ناقص R ال RSI ناقص RS تمدد الغاز الذائب أو الغاز الذائب المتبقي بوحدات مكمنية، تمدد المنطقة الغازية هذا يمثل MBOI BG على BGI minus 1 زائد BOI 1 زائد M في الكومبرسيبلتي. هذه الكومبرسيبلتي هي للماء وللصخور، فهذه الانضغاطية، هذه تمدد القبة الغازية، هذا تأثيرات النفط الذائب، هذا تمدد المنطقة النفطية، ذني ثلاثة هن جاي تشكلن عندي، ذني ثلاثة هن جاي تشكلن عندي كقوى دافعة داخل المكمن. هاي النسبة بين المنتج هذا بالأعلى، المنتج خلينا نفترض هذا المنتج بالأعلى والمحقون يعني اللي بحركة،
على قوى التمدد الطبيعية بالأسفل. هذه قوى التمدد الطبيعية بشكل طبيعي بالمكون الموجودة. النسب بيناتها أو المعادلة هذه تنطيني الـ N أو ما يعرف الـ Original Oil in Place. الآن Initial Oil in Place بالـ SCV، GP هو Produced Gas بشكل تراكمي Cumulative بالـ SCF، الـ MP Cumulative Oil Produced بالـ SCV، الـ RSI Gas Solubility عند الـ Initial Pressure بالـ SCF على الـ SCV، الـ M هي Ratio of Gas Cap Volume to Oil Volume، يعني الـ M هي النسبة بين حجم القبة الغازية إلى حجم المنطقة النفطية، برميل على برميل. BGI هو Gas Formation Volume Factor at Initial Pressure، وحداته BBL على SCF، ممكن التكعيب على SCF، BBL على SCF. BG Injected أو الغاز المحقون هي الـ Formation Volume، معامل تكوين حجم الغاز المحقون، أيضا بوحدات برميل على SCF. The cumulative gas produced GP can be expressed in the term of a cumulative gas oil ratio and the cumulative oil produced MP by GP الغاز المنتج يساوي produced gas oil ratio في النفط المنتج، يعني حجم الغاز إلى حجم النفط، في حجم النفط يبقى لك حجم الغاز، هاي بشكل منطقي. بالتعويض عن هذه الجي بي نعوض بدالها ار بي بان بي بالمعادله مالتي السابقه، بدل هذه الجي بي نعوض ار بي ان بي ونستخرج هاي الام بي وام بي جديده عندي هنا، وهذه نستخرجها كعامل مشترك. خلينا نشوف ايش يبقى من هذا التير. ان يساوي NP BO RB ناقص RS Cumulative Gas Oil Ratio Produced ناقص الغاز الذائب GOR الذائب أو Solution Gas Solubility نسبة الغاز إلى النفط الذائب في البي جي. يعني هذا أريده تكون بوحدات تمثل الوحدات المكمنية، هذا كل الجزء ناقص نيت ووتر انفلكس، يعني مثل النفط النيت الماء اللي دخل المكمن ناقص الماء المنتج، فيبقى لي الماء الصافي اللي بقى المكمن، الغاز المحقون الماء المحقون. وقلنا هذه تمدد المنطقة النفطية، الغاز الذائب المتبقي، تمدد القبة الغازية، وهذا تأثير الانضغاطية، يعود إلى تأثير الانضغاطية. هذه هي المعادلة على هي material balance equation أو general material balance equation. راح ندخل بهذه المعادلة، ندخل عندنا تيرم جديد اسمه total formation volume factor. total formation volume factor beta total أو two phase formation volume factor. خلينا نشوف البيتا total يساوي PO RSI ناقص RS في البي جي، يعني PO زائد بي جي، بس اخذنا بنظر الاعتبار الغاز الذائب. هذا اسمه Total Formation Volume Factor. راح نخلي هذا البيتا توتال راح نخليه بالمعادلة السابقة مالتي. ان شو يساوي؟ حتى تقل هذه المعادلة تصغر وتصير اسهل. ان بي شو يساوي؟ بي تي زائد ار بي ناقص ار اس اي في البي جي. WE ناقص water produced beta water. هنا راح نفترض ما عندنا حقن الغاز ولا حقن ماء، فنشيل التيرمز اللي كانت لحقن الماء والغاز، هذه التيرمز نشيلها، نفترض ماكو عمليات حقن لا غاز ولا ماء، فشلناها هذه التو تيرمز. على BT minus BTI تمدد المنطقة النفطية، تمدد القبة الغازية، وتأثيرات الانضغاطية. كلها خلينا BT minus BTI. هنا أنا أيضا BTI دخلنا بدل BO، هنا أنا BTI بدل BO. الـ SWI هي Initial Water Saturation هذا أو Irreducible Water Saturation بالمنطقة النفطية والغازية، والـ RB هو الـ Produced Gas Oil Ratio، الـ RB هو Produced Gas Oil Ratio تكون بشكل كيومولاتيف تراكمي.
الدلتا في تشينج ان بريشر، تغير الضغط اللي صار في المكمن. عندنا بعض المكامن بها العوامل الدفع تكون مشتركه، يعني عندي دفع غاز الزائد، عندي دفع القبه الغازيه، وعندي دفع الاكوفر او دفع الخزان المائي اللي موجود في الاسفل. بهذه الحاله يفضل من معادله الماتيريال بالانس نحدد الشده مع كل معامل دفع، القبه الغازيه ايش قد معامل الدفع مالتها، الغاز الذائب ايش قد معامل الدفع، الماء اللي موجود اسفل المكمن بالاكوفر ايش قد معامل الدفع مالته، قوه التمدد كومبرسبيلتي ايش قد معامل الدفع مالتها. نعيد نرتب المعادله مالتنا السابقه اللي خليناها بدلاله البي تي اي، ايش راح تصير؟ بشكل اسهل ان بي تي ماينس بي تي اي، هذا تمدد المنطقه النفطيه الان صار تان ان بي تي ماينس بي تي اي، هنا هذا تمدد القبه الغازيه، وهنا صافي الماء اللي دخل للمكمن نت ووتر انفلكس، هذا توتال ووتر انفلكس دبليو اي، هذا الووتر بروديوس الماء المنتج، الفرق بيناتهم يساوي نت ووتر انفلكس. وهنا هذا التاثيرات الانضغاطيه ام دي او اي 1 زائد ام سي دبليو اس دبليو اي زائد سي اف على 1 ناقص اس دبليو اي دلتا بي او بي اي ناقص بي. كل تير من بين التيرمات مقسميه على اي، لاحظ كل واحد مقسميه على اي، الاي هنا مو اريا، الاي هنا مو اريا، حتى نشوف شو مجموع ذني كلهن القيم او تمدد المنطقه الغازيه وتمدد القبه تمدد المنطقه النفطيه وتمدد القبه الغازيه وصافي الماء صافي الغمر المائي والتأثيرات الانضغاطيه مجموعهن يساوي واحد. لكن على ايش قد قسمناها؟ على اي، الاي ايش تعني هنا؟ لا الاي هو معامل فقط حتى هذه اللي هو مشترك فنحسبه مره واحده ما يحتاج نكرره. يساوي ان بي بي تي زائد ار بي ناقص ار اس اي في البي جي. هذا يحسب مره واحده ونخلص من عنده. ذني الاربع تيرمز بالمعادله ايش راح نسميه؟ لاحظ وياي. ذني التيرمز بالمعادله الاول راح نسميه ديبليشن درايف اندكس، مؤشر الدفع الغاز الذائب دي دي اي، هذا اسفل دي دي اي، هذا دفع القبه الغازيه راح نسميه سجريجيشن درايف اندكس اس دي اي، هذا الثالث دفع المائي دفع الاكوفر راح نسميه ووتر درايف اندكس، الاخير هو تمدد الكومبرسبيلتي اكسبانشن راح نسميه الاكسبانشن درايف اندكس، مجموع كلهم يساوي واحد. لاحظت هنا ديبليشن درايف اندكس سيجريجيشن درايف اندكس او جاس كاب ووتر درايف اندكس والاكسبانشن روك اند فلويد او روك اند ليكويد درايف اندكس. هذني كلهن الاربعه التيرمز الاربعه او المعاملات الاربعه اللي اخذناها هي تعتبر القوى الطبيعيه الموجوده كقوه دفع بالمكمن. الدبليشن درايف اندكس قلنا هو تمدد الغاز الذائب بالنفط، تمدد الغاز الذائب بالنفط. الدبليشن درايف اندكس راح نجي عليه ان بي تي ماينس بي تي اي على اي، نفس المعادله السابقه دي دي اي والدبليشن درايف اندكس. سيجريجيشن درايف اندكس من يبدي انصير عندي انتاج نفط يبدي يهبط الضغط بالمكمن تبدي تتمدد القبه الغازيه فيصير عندي دفع القبه الغازيه او ما يعرف يسمى بالمكان سيجريجيشن درايف، والمؤشر مالته هو سيجريجيشن درايف اندكس، هذا دفع القبه الغازيه شو يساوي؟ ان ام بي تي اي بي جي ماينس بي جي اي على بي جي اي على اي، المعامل اي اللي اخذنا معادلته قبل شوي. الووتر درايف هنا راح نستخدم كلمه جديده وكلمه مهمه، الووتر درايف هو الماء اللي موجود اسفل النفط ومن تبدا عمليه الانتاج يصعد جزء من هذا الماء داخل المكمن، هذا قلنا نسميه ووتر انفلكس الغمر المائي، بعض الاحيان يسمى ووتر انكرجمنت، water encouragement هاي الكلمة water encouragement هذه water encouragement
الغمر المائي، الغزو المائي. ف net water influx أو net water encouragement. water influx أو water encouragement، اثنين كلمتين تستخدمها. طيب ال water drive index هو net water encouragement أو net water influx ناقص reduced water، في وحدات مكمنية البيت W على أي اللي هو WDI water drive index. ال expansion drive index ال EDI عادة يقال إن تأثيرات هذا ال depletion drive index بحالة المكامن اللي بيها دفع غازي، يعني دفع القبة الغازية أو دفع ال solution gas drive، فهذا ال expansion drive يكون قليل. لكن بالنسبة للمكامن اللي ما بها water influx فيكون طاقة الدفع الأساسية هي rock and fluid expansion إذا ماكو water influx. Where all other three driving mechanisms are contributing to the production of oil and gas from the reservoir, the contribution of the rock and fluid expansion to oil recovery is too small and essentially negligible and can be ignored. يعني the expansion drive إذا ما عندي water influx، فال expansion drive راح يكون بس من قوة الثلاثة المتبقية اللي هي gas drive, depletion drive, segregation drive و expansion drive. لكن expansion drive يكون كل جدا قليل ممكن إهماله. العالم كول سنة 69 إيش قال؟ قال أهم قوة دفع موجودة بالمكون هي الدفع المائي. بما أنه مجموع الدرايف الموجود بالمكمن مجموع في يساوي واحد، إذا زادت وحدة مثلا زيدنا الدرايف إندكس حتقل الباقي. فإحنا الأفضل أن نزيد الووتر درايف إندكس، يعني هو يعطيني أعلى دفع نفطي، يعطيني أعلى ريكفري فاكتور، يعطيني أعلى استحصال. هذا الووتر درايف إندكس. إذا ما في ووتر درايف إندكس راح المفروض الشغلة الأخرى نبدي نستثمرها هي الغاز كاب درايف إندكس، الغاز كاب درايف أو سيجريجيشن درايف إندكس. طيب الأفضل DDI أو الديبليشن درايف إندكس ينبقي أقل ما يمكن. فهسه الووتر درايف يجي بعد الغاز كاب، DDI ينبقي أقل ما يمكن لأن DDI أيضا مو مفيد بعمليات الغمر. طبعا هذه الدرايف اندكس اللي تكلمنا عنها الاربعه لازم تحسب من وقت للاخر، لان هذه تتغير باستمرار، تتغير باستمرار، فلازم نعيش حساباتها بشكل دوري لتحديد تاثير كل قوى داخل المكمن وتاثيرها بالانتاج. طيب انا عندي البرودكشن ريت او الويذدرول ريت مثل ما يسميه احمد طارق هنا، الويذدرول ريت او البرودكشن ريت هو ياثر لي على مؤشرات الدفع. مثلا من اقل المعدل انتاج النفط، من اقل المعدل الانتاج راح احافظ على الضغط، احافظ على ضغط المكمن. لان انا جاي اخلي الاكوفر خزان المائي خلي يعطي طاقه للمكمن، جاي اقلل الفلو ريت مال النفط فجاي اخلي الاكوفر تزيد طاقته، فهذا يطول لي بعمر المكمن. طيب اذا كان عندي زاد الووتر درايف اندكس الشيء يقل تاثيرات الدبليشن درايف، يعني ما اخلي الغاز الزائد يتمدد، ما اخلي الغاز الزائد يتمدد معناته انا جاي احافظ على الضغط، الغاز ما يتمدد، الغاز يتمدد بهبوط الضغط. طيب الحالة الأخرى مثلا أنا عندي ينتج غاز بشكل كبير أو عندي بئر ينتج ماء بشكل كبير، إذا كان هذا البئر ينتج ماء بشكل كبير أغلقه هذا البئر، فهذا راح يعزز لي طاقة الدفع الخزان المائي، راح يعزز طاقة دفع الخزان المائي.
قلنا بعد ان يضعف او ماكو دور للووتر لايف نروح على الغاز كاب. الغاز كاب تتمدد بهبوط الضغط، لكن لا حتى احافظ على الغاز كاب لازم امنع التقمع، ما اخلي كونينج يصير عندي، لان الكونينج هو يصير انتاج للغاز. من ما اخلي يصير عندي انتاج للغاز معناته انا حافظت على غاز الضغط. طيب ان يكون انا عندي ابار تنتج غاز بشكل كبير، اغلق هذه الابار خاصه على اعتبار انه انتاج الغاز يتم يكون من القبه الغازيه اذا انا حافظت على ضغط المنطقه النفطيه من البابل بوينت. فاذا صار عندي انتاج غاز نتيجه الاستقامه ممكن اغلق هذا البئر. من اغلق البئر طبعا كل بئر الفلوريت اوزع الفلوريت مالته على الابار المتبقيه، اوزع يعني هنا شو نسميه الالاوبلز. الالاوبلز هنا معناته الفلوريت، الالاوبل معناته الفلوريت. من اغلق بئراني اوزع الفلوريت مالته بشكل منتظم على بقيه الابار حتى احافظ على معدل الانتاج مثل المطلوب من عندي. طيب الان منطينا فيجر يحكي عنه. الفيجر هي يعني نموذج لاربع مكامن بها دفع مشترك. بالنقطه اي مثل ما راح نشوف الرسم بعدين، بالنقطه اي البئر محفور بنقطه منخفضه وصار عندي بي انتاج ماء بسبب انتاج ماء من الاكوفر. هذا معناها شنو؟ معناته مؤشر عندي الدرايف اندكس يكون عالي. بالبوينت بي بالنقطه بي الورك اوفر اوبريشن كومبليت ووتر اند غاز اند اويل بروديوسينج ريت ار ريليتيفلي ستيبل، يعني معدلات الانتاج في المكمن بي ثابت. اند الدرايف اندكس شو نو تشينج، بما انه ثابت اذا مؤشرات الدفع ما تتغير. بالبوينت سي اجيب يعني ابار بهذا المكمن، بالمكمن سي عندي ابار تنتج ماء بشكل عالي فغلق اغلقت هذه الابار فزاد لي مؤشر الدفع المائي. ايضا الابار اللي فيها انتاج غاز ايضا مغلقه، وقلنا نحول الانتاج مالتها لابار اخرى، معدل الانتاج مالتها لابار اخرى. بالبوينت دي the gas is being returned to the reservoir and the gas cap drive indices exhibiting a decided increase. خلينا نشوف الرسم. لاحظ هذا المكمن اللي نفترض اي، لاحظ هنا الووتر درايف مالته الغاز كاب وهذا الووتر درايف. هنا بالمكمن بي قلنا بدا تصعد هذه المؤشرات، بالمكمن سي ايضا بدا تصعد. بالجزء دي هذا الدرايف الووتر درايف اندكس بدا ايضا. بالنسبه للدبليشن درايف هل هنا هنا ثبت، قلنا اكو ورك اوفر فانطاني ثباتيه. عند النقطه دي وصلنا الديليشن درايف اندكس للصفر، بينما الغاز كاب وكانما اكو عمليات حقن فبدا يزيد تاثير الغاز كاب، او بدا يزيد تاثير الغاز كاب. لاحظ شو يقول، يقول من الافضل ان نخلي الديليشن درايف اندكس صفر، الافضل نخلي الديليشن درايف اندكس صفر، لكن حتى اخليه صفر يراد عمليات حقن كبيره جدا وهذا اقتصاديا غير ممكن، لذا يفضل ان نخليه اقل ما يمكن قدر الاستطاعه. لكن اذا قدرنا نخليه صفر ديليشن دي دي اي ديليشن درايف اندكس هذا يكون ممتاز. ناخذ مثال كومبينيشن درايف ريزرفوار، يعني بدفع مائي وغازي وقبه غازيه واكسبانشن بي كونتين 10 ام ام اس تي بي اويل انيشال ان بليس،
الام الريشيو مال جاس كاب لحجم المنطقه النفطيه، حجم المنطقه الغازيه لا حجم المنطقه النفطيه ام سمول 0.25. ضغط المكمن الابتدائي 3000، حراره 150. المكمن ينتج 1 ام ام اس تي بي من الاويل، هو 10 بي انتج 1، و1100 ام ام اس تي اف من الغاز اللي كثافته 0.8 سبيسيفيك جرافيتي، و50 الف برميل ماء. لوين هبط الضغط؟ الى 2800. شوفوا ويا هذا الجدول، هذا عندي بي او وار اس وبي جي وبي توتال وبي ووتر، عندي 3000 وعندي 2800، هذا بي او هذا ار اس هذا بي جي هذا بيتا توتال هذا بيتا ووتر، شوفوا بيتا ووتر واحد واحد، ال دبليو اي نعطيني اياها والانضغاطيه نعطيني اياها مال ووتر ومال الروك. شو يريد المطلوب؟ احسب كيومولاتيف ووتر انفلكس نت ووتر انفلكس وبرايمري درايفنج اندسيز او مؤشرات الدفع الاساسيه عند ضغط 2500. يقول لان المكمن بيدفع قبه غازيه ممكن الاكسبانشن درايف اندسيز او الاي دي اي ممكن احمله، يعني سي اف وسي دبليو ممكن اصفرها ممكن أو ممكن تطلب منك. زين. بهذا الحال هو ماخذ بنظر الاعتبار الـ EDI يعني انضغاطية الماء وانضغاطية الصفر. راح أطلع أول خطوة الـ RP اللي هو الغاز المنتج على النفط المنتج. RP اللي هو Cumulative Reduced Gas Oil Ratio. الغاز المنتج على النفط المنتج. طلعت لي 1100 STF على STP. اجيب معادلتي مال ماتيريال بالانس ارتبها واخليها بدلاله ال دبليو اي، واقدر ما اخلي بدلاله ال دبليو اي، اقدر اعوض فيها وبقي ال دبليو اي مجهول واكمل خطوات الحل، لكن هو مرتين مخليها بدلاله ال دبليو اي ومعوض القيم مالتي الام بي البيتا توتال ار بي ار اس اي بي جي الان بي جي اي هاي بي تي اي الام بي تي اي بي جي على بي جي اي ماينس 1 بي تي اي 1 زائد ام هذا مؤشر الانضغاطيه ماخذ النظر الاعتبار والدلتا بي هو الماء المنتج بوحده مكمنيه. ظاهر له الكيومولاتيف ووتر انفلكس الكلي 411281. يرجع يطيب لاحظ يقول لو اهملنا السي دبليو والاس دبليو، السي دبليو والسي اف كومبرسبلتي كان ظهر عندنا 417700. يعني فرق حوالي 6000 برميل. زين. النيت ووتر انفلكس انا طلعت الووتر انفلكس بالمطلب الاول ناقص الماء المنتج راح يطلع لي النيت ووتر انفلكس. الماء المنتج في البيتا ووتر، بيتا ووتر واحد، ماء المنتج ناطيني اياه 50000 برميل للسؤال المعطى. فهذا خلصنا من سبنت. الجزء الاستيراد من عند الدرايف اندسيز اللي هي دي دي اي واس دي اي واي دي اي وال WDI. نحسب الاي اول مره، قلنا الاي حتى نثبتها، ونجي نحسب الدبليشن. اول خطوه نحسب الدبليشن درايف اندكس اللي هو الدبليشن درايف اندكس الان بي تي ماينس بي تي اي على اي. بعدين نبدي نحسب السجريجيشن درايف اندكس اللي هي ان ام بي تي اي بي جي ماينس بي جي اي على بي جي اي وعلى الاي حسب هذا القانون مالتنا مال اس دي اي. هذا لاحظوا وياي هذا الاس دي اي. ونحسب ايضا ال دبليو دي اي اللي هو ال دبليو اي ناقص الوتر ريدوس البيتا ووتر على اي وظهر المؤشر. احسب ثلاث مؤشرات، المؤشر الرابع هنا مجموع من واحد، احسب ثلاثه واحد ناقص الباقيات يطلع لي المؤشر الرابع. ف الاكسبانشن درايف اندكس واحد ناقص مجموع البقيه ظهر لي جبت تقريبا 4 بالالف. زين،
يجي يسوي الحسابات يقول ال دي دي اي 43% تاثير، الجافكا 34، الووتر درايف 21، بينما الاكسبانشن يعني السي دبليو والاس دبليو، السي دبليو اس دبليو زائد سي اس ايش قد تاثيره؟ 0.38%، يعني تاثيره جدا قليل. لهذا الاكسبانشن درايف اندكس اي دي ار ممكن اهماله في حاله المكامن اللي بها قبه غازيه جاس كاب او اللي يهبط ضغطها اقل من ضغط الفقاعه، لكن يرجع يعني يستدرك في الطارق يقول لك بالمكامن اللي تكون اللي بها انضغاطيه عاليه هاي بور فوليوم كومبرسيبلتي مثل الطباشير والانكونسوليديتد ساند، the energy contribution of the rock water expansion cannot be ignored even at high gas saturation. يعني بالمكامن الانضغاطية عالية مثل صخور الطباشيرية أو صخور الرمل غير متصلبة، هذه الـ EDI ما ممكن إهماله حتى وإن كان التشبع الغازي عالي موجود بالمكان.